يلا ها الحين لوردلي بيفتتح الفندقة. بسم الله كفو. خلاص طبعا يا جماعة عشان تشوفون الموضوع بالتفصيل هذا القفص رقم واحد. شوفوا ما شاء الله المساحة كيف واهية، متر في متر ونص تقريبا. هذا سعره 50 ريال الليلة، تمام. هذا نفس الشيء، أضيق منه شوي، تقريبا 90 في 100 وشيء. وهذا للي بيجيب مثلا قطوتين عنده بيسافر هو ولا شيء. هذا المكان كبير يكفي من قطوتين إلى 3 قطاوة، تمام. حتى لو أم حامل أو قاطة والدة وترضع عيالها أقدر أحطها هنا. حجم كبير مرة مرة مرة، يعني بضيف ألعاب وأشياء إن شاء الله. وهنا عاد الـ VIP، شوفوا هنا قفص واحد، قفص اثنين، برضي هذه بيلا قفص ثلاثة. طبعا عشان تشوفون يا جماعة هنا بيكون بيانات القط، وهنا بيكون في الليتر بوكس ان شاء الله. بحط الليتر بوكس بحيث ان القط يكون معزول عن الليتر بوكس عزل كامل، صح يا لوردلي؟ صح؟ صح. طبعا جوعان بالذات. ابي شوف ابي تجي جوا. ابي تعال تعال. طبعا التلفزيون بشغل عليه مقاطع للقطط بحيث انهم يعني الهيهم، اخليهم يتفرجون اقل هدوء كذا، يتنحونهم ينظرونهم. وش فيه هنا؟ هنا الدرج تفتحه، شو يصير؟ هنا التشميس، هذا قفص التشميس. Mm-hmm.